دونك الله اكبر. ساعه موتين بعضكم يا سونيا. امورات صديق العائله، يعرف بوك ويعرف خوك وولد حومتك زيده، يعرف ونزيدك ونزيدك هادي للمساجات بيناتهم ما تقفش لا ليل ولا نهار. ابا علي شفتهم المساجات؟ شفتهم. تحب نعديهم لك في الدرجه؟ نعديهم لك عادي، ما عندي وناش نخاف عادي. انا نحب اللي يتحداني. راه لا ما تعدي حد شيء. المحادثات خاصه. انا باش نتعديها الموضوع هذا على خاطر ما يهمنيش برشا على علاقاتها الغراميه. انا غرامية عندي ما اهم اللي باش نحكي عليه اليوم، واهم من مراد الزغيدي. ايوه. وشهر التالي سونيا عشت اصعب ايامات حياتك، مرعوبه خايفه، لا تنجم ترقد لا تنجم تخرج تقابل الناس. وشهر التالي سونيا اليونسي كنت مهدده بالسجن. شنو الحكايه؟ شكون مدير الاعمال اللي كنت تظهر معاه في كل بلاصه؟ وفجاه صارت عركه كبيره وحب يدخلك للحبس، وشنو عملت له؟ من الدرجه انه ما نخرجش للشارع، الحمد لله يا ربي، الله لا يعيشني للنهار اللي نولي ما نجمش نخرج للشارع الساعه على خاطر حاجه. انا من النوع اللي نواجه، معناها انا نواجه اي مشكله ربما يصيروا هكا ديو ديبا نتقلق، ميم ما عاش اللي يخليني نقعد في الدار ولا ما يخلينيش نخرج ولا ما نواجهش، مستحيل. انا كنت باش نخدم، كان باش يربطنا عمل مع بعضنا. فني عمل ولا؟ لا لا لا، تجاري. تجاري. وبعد عطلني، قاعد يعطل فيا. الحقيقه هو من الجانب الاخلاقي والانساني ما عندي ما نقول فيه، معناها خاطر برشا ناس كيقولوا رجل اعمال مال علاقه غراميه والا حب عنده هدف معين ولا تحرش، ابدا هو بعيد كل البعد من هذا الكل. لكن عنده ما عندوش هذيك، ما قاعد يزين بيك في القعدات ويزين بيك في طاولته. لا مش لهالدرجه، يعني هو ماهوش، هو انسان الحقيقه، معناها هو انسان راهو انسانيا نظيف، معناها ما عندوش قعدات مشبوهه. انا اصلا ما نقعدش في قعدات مشبوهه وما يوتيونيش القعدات هذوما، لكن كان مش مركز على الخدمه، كان معطلني، كان بوسيسيف مسيطر ويحب يتحكم. وبالتالي انا بروفيلي معناها سواء في على الصعيد الشخصي ولا المهني ما نجمش نخلي حد يتحكم فيا، يلزمنا مع بعضنا اذا نخدموا مع بعضنا لازم ناخذ رايك وتاخذ رايي، نبنيه كل شيء مع بعضنا. حسيت روحي نوعا ما نمشي وقاعده صغار الدور نتاعي على الصعيد المهني وقاعده نتعطل. وبالتالي معناها ماديا عندي التزامات قاعده يضيقوا عليا اكثر واكثر، معناها الالتزامات معناها عمال يتراكموا عليا برشا. وبالتالي دخلت في سبيرال نتاع ديون كبير، وهو كان يعرف وكان ربما يستغل النقطه هذيك باش يضعفني انا، فهمت كيف؟ دونك هذه هي المشكله الكبيره. شنو هو يحب يصطادك معناتها ولا شنو؟ لا هو مش هكاك الحقيقه. انا والله انا كان من علاش يحب، استعملت لي كلمات يستعملهم عاده الرجل لما يحب يضعف مراه، يا اما باش يتزوجها يا اما باش تولي صديقته، يعني يحب يضعفها، يحب ينقص لها من صلاحياتها، يحب يتحكم فيها. اي هو هذه المصطلحات اللي استعملتهم. أي. لا تستقيم على علاقه مهنيه، لانه العلاقه لو كانت مهنيه باش تكون هي علاقه مبنيه على اوراق والتزامات. انا ذاك اش حبيت وذاك اش كنت ديما حارصه، انه ماذا بيا كنت ماذا بيا تكون معناها مبنيه على التزامات وواضحه وما فيها باس نكونوا اصدقاء، على خاطر يكون انت انسان شريك تخدم معاه ولا معمل باش تخدم معاه باهي ياسر، يكون فما اونتونت بيناتكم وتكون فما امبيونس باهيه، خدمه باهيه باش ما يبداش الجو توكسيك. لكن لا نجحت هكا معناها كنت ترونسبارونت وهو يعرف هذا، اللي انا كنت شفافه وكنت ترونسبارونت وكنت على نيتي. لكن نعرفش علاش هو عمل لك هيك، علاش معناها ضعفني في وقت ما. لكن سبحان الله راه مهما انسان يضعفك راه قوه ربي معناها اقوى مني ومنه ومن الناس الكل، خاطر اللي يمشي على نيته عمره ما يخاف، معناها عمره ما يخاف. شنو انت قريب يدخلك الحبس؟ التو ما جاوبتنا عليه. هو ايش نقول لك حاجه، مش هو حاب يدخلني الحبس، راه هو كي يقول نحن وصلك المرحله اي خاطر فيها تدخل الحبس. اي بالطبيعه، على خاطر انسان كي يبدا شدد عليك شيكات وكي يبدا معناها يعرفك اللي انت ما عندكش منين تخلصهم ويمشي فرد مره يصبهم الكل، حاب يدخلك الحبس. اي معناها فما تهديد، فما نوع من التخويف والتهديد، وما يهموش فيك اللي انت اكثر من عام واش وانت معناها تستنى معني انا واحده من الناس رجعت ناخذ في حق ليسونس من عند بابا، رجعت
يعني ما نحشمش معناها ما نحشمش بيه، انا بابا ربي فضله، اما معناها وصلت انه انا ناخذ نرجع ناخذ حق طبيب من عند بابا ولاسيورونس كرهبتي من عند بابا وكمبيلت كرهبتي من عند بابا بعد ما كنت قديش عندي من سنين نخدم، على خاطر انت هو وصلني للدرجه هذه وزيد من فوق تصب شيكات، معناها كانه شويه اللي انت فيه نزيدك، نستاهل انا، نستاهل انا وثقت فيه نستاهل، اما راهو ديما نقعد راسي مرفوع او نخرج للشارع وعمره ما يعيش حد يخليني انا راسي لوطه، نقعد راسي لفوق ونغزل للشارع، وربما ربما ربما هو كان يشوفني ما يغزل ليش طيب بتعيني في القاع. شو اللي تعلمت من التجربه هذه؟ ثقه ما عادش خاطر بالحق ناس ما عادش عندها كلمه، وعندك حاجه اخرى ان اللي تقلقني توا معناها اني انا بالتجربه نتاعي سواء مهنيه ولا شخصيه، اللي ما يقدش روحه مع امراه ما ينجحش مع امراه على الصعيد المهني حتى في القرايه، راه تلقى في القرايه في الخدمه ولا عاطفيا، راهو يصدق روحه ويعيش الدور، يلبس كوستيوم اللي هو مسكين وهي الشيطان بسم الله العظيم، ويصدق روحه اللي هو غلط، وعيني عينك يبدا يحكي عليها تي على الاقل يا ربي يا ربي ندي لكل واحد على الاقل، مش معناها راهو نسي كلهم مليكه رانا نغلطوا حتى احنا، اما الكل واحد ظلم امراه ولا ما نجحش مع امراه ولا ربي ما سهلوش مكتوبه معاها ولا خدمته معاها ولا خبصته معاها، انت ما تحكيش عليها بالخايب، على الاقل كون اصيل حتى في النهايات على الاقل. سونيا انت خرجت وصرحت انك تاخذ 30 مليون في الشهر، لكن العباد اللي ما يعرفوش انه انت كنت تاخذ اكثر من 30 مليون في الشهر في امريكا، وانت حكيت على مصدر واحد اللي هو التلفزه، لكن انت عندك مصادر اخرين، نجم تقولنا شنو هي؟ انا عندي مصادر اخرى بخلاف قناه الحره. كان عندك شركه في الولايات المتحده الامريكيه، هاك سيده اعمال تبارك الله عيني ما تضر، هذه من نعرفها الساعه. عندك شركه؟ بون انا حليت شركه، سهل في امريكا راه تحل شركه في ساعه. مقويك مقويك. لا والله لا والله لا. ساعه انا اولا الشركه حليتها بعد ما رجيت لتونس، راه حليتهاش وانا في امريكا، يعني كي جيت لتونس بعد في رجعه من الرجعات حليتها شركه. اون بلوس معناها امريكا في ساعه تحل شركه وتمشي تحل لها الكونت نتاعها وباي باي. حليت شركه معناتها 30 مليون هذوك ما يكفوكش، دونك تحب تزيد اكثر واكثر وتستثمر وتشيخ. والله العظيم يا اخي حتى بررت 30 مليون وين مشي وما قعد منهم شيء، باقي نحكيو عليهم. هاك حليت شركه اكثر بالتبرير هذا ما فماش. لا لا والله لا، اول حاجه الشركه تنجم تحلها حتى 200 دولار ما فيها حتى شيء. ثانيا راهو بعد ما استقلت من الحره راهو. شنو مجال حليت شركه؟ الكونسلتينغ. اي حكينا شكون اللي عاونك باش تحل الشركه هذيا وفاش تنشط الشركه هذه ووينهم شركائك؟ علاش تعاركت معاهم او بالاحرى علاش تحيلت عليهم؟ ما انت عندك شركاء زاد هنا. كان عندي صديق اقترح عليا قال لي بما انه انت عندك اوراقك غاديكا وكل شيء امورك واضحه علاش ما نحلوش الشركه، تحل لنا شركه. هو من الاول قال لي حل لنا شركه اللي هو الشركه نتاعو. مشيت سالت بما انه انا نمشي ونجي على امريكا، مشيت سالت قالوا لي اللي هو مستحيل الا اذا معناها يجيب التاكس اي دي نتاعو وكل شيء. قلت له قال لي لا حل باسمك ماله ونخدموا من بعضنا. قلت له داكوغ، حليتها باسمي الشركه، معناها ما عنديش شريك فيها، يعني حليتها باسمي الشركه، حليت الكونت نتاعها باسمي كل شيء. وبعد على اساس انه فما مفاهمه بالطبيعه، مش نحكي كل شيء توا في التلفزه، اما فما مفاهمه اللي انا اكيد يكون عندي مقابل مادي معناها مقابل الخدمات اللي باش نقدمها انا بما انه هي انا باسمي كل شيء، لكن زاده شريطه اني نكون على بينه من كل حاجه موجوده في البنكة في الشركه وكل شيء. بعد مشيت بالثقه الحقيقه وهذه غلطي زاده في الاخر بالكل، وليت انا ما عادش راحت شيء، يعني تحجبت عني الرؤيه في كل شيء. معناها لابليكاسيون نتاع البنك اللي هي كانت في تليفوني وفي تليفونه انا تنحى لي الموت باس، ما عادش راحت شيء، مره حتى فاتوره، مره حتى تفاصيل. سالت علاش ليه من الاول تبريرات اللي هي من انا ما تعداش على طفل صغير، انه ليه على خاطر سيكوريتي، مش من سيكوريتي، انا قداش من سنين في في, في 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 امريكا والكونت بانكير نتاعي لابليكاسيون لي نوتيفيكاسيون ما يوفيوش عمرها ما صارت. شكيت لي فما حاجه، لكن والله تجاوزت الموضوع لانه انا كنت هوني لاهيه في مشروعي ولاهيه في مشاكلي، مانيش لاهيه.
الى جاء اليوم اللي صار بلوكاج، صار بلوكاج على فلوس اللي انا ما في باليش، وما في باليش ليا صارت اكثر من مره، معناها انا اخر من يعلم. في الاخر بالكل هو خب عليا وقتاش قال لي وقت لي ما لقاش حل للديبلوكاج نتاعو. كي ما لقاش حل للديبلوكاج نتاعو وقتها قال لي، وقت عرفت اللي فما سارق فما انونتيسيدون صار، وانا ما لقيت روحي قلت له عليه ما قلتليش على القديم. دونك هو شمل معناها اللي انا ما نعرفش الفلوس هذيك شنو حكايتها، ما عنديش حتى فاتوره، ما عنديش حتى جوستيفيكاسيون، والفلوس هذوكم علاش سارق هم علاش عملوا عليهم بلوكاج؟ امريكا لعب ليه في الحكايه هذه؟ صار بلوكاج لانه الفلوس هذوكم مشاو لدبي الاولاني. كي صار ترانسفير بالطبيعه انت هوني يلزمك تفسر معناها شنو علاش انت الفلوس مشاو. كي عاود عملها هو المره الثانيه، والمره الاولى اللي انا في باليش بها، كي عاود عملها المره الثانيه سي توت افي نورمال، بلوكيوهم بلوكيوهم الى يومنا هذا. كي بلوكيوهم الى يومنا هذا، في عوض انا اللي نتغشش، في عوض انا اللي يتقدم لي اعتذار، في عوض انا اللي يطلب مني السماح. توا نكتشف اللي وليت انا متحايله. انا بالعكس معناها المحامي نتاعي في تونس وفي امريكا قالوا لي خوك ما تعملوش هكا، شنو هو الثقه العامية هذا؟ علاش تعاون فيش؟ واي؟ وباسمك معناتها في نهايه الامر لو فما اي مشكل انت باش تتحمل. طبعا انا باش نتحمل المسؤوليه، فهمت؟ انا باش نتحمل المسؤوليه. وبالحق معناها نقعد باهته في العبيد، علاش معناها لا تقولوا ما وملح، لا تقولوا مشيت بالثقه، لا نون سولمون يغلط معاك وزيد يحكي ويقول معناها تحايلت ولا ما عاش اللي يقول تحايل. اما حاجه جوست في الاخر باش نسكروا الموضوع هذا، راهو كان جيت انا هكايا عمره ما يبعث لي ايميل، الشركه تبعث لي ايميل يقولوا لي ماذا بينا نجدوا التعامل معاك، وكاني انا غلطه نجم بعد نوريك في تليفوني الايميل، وكاني غلطه قول بعد راه ما ريتوش الايميل وما فماش منه. يظهر لي كان جيت انا مش كان جيت انا متحايل عمرهم يقولوا لي سعداء بالتعامل معاك وماذا بينا نجدوا ونزيدوك تحفيزات. سونيا كيف يبدا عندك مقابله او موعد غرامي وين تمشي؟ وين تعديه؟ بون عندي برشا على على الموعد الغرامي، ما كنمشي موعد غرامي نمشي القهاوي والمطاعم على افا من يشيل عليه. روبتك الزرقاء اللي لبستها في الدورة الأخيرة من أيام قرطاج السينمائية عملت ضجة كبيرة، للأسف ما نجمش نعديها في التلفزة على خاطر برنامجنا عائلي وفقرة الباباراتي فقرة محافظة، لكن قعدت بيتها. معناتها سامحني، الروبة اللي تصورت بها في أيام قرطاج السينمائية اللي تفرجت فيها تونس الكل انت بتنجمش تعديها، بتعتبرها نعديها في الفقره وتعتبر انه فقرتك انت فقره محافظه مش مشكل. لكن الروبة سونيا ما لبستهاش بالزهر وموش على خاطر الجي سي سي والتابيروج، الروبة محضره وقريت لها حسابها على خاطر موعد غرامي مع نجم عربي معروف برشا. شكون هو سونيا؟ اولا عمرك شريت فنانه ولا ممثله تحضر روبة باش تمشي بها للجي سي سي في موعد غرامي في الجي سي سي؟ شفنا سونيا اليونسي. اه سونيا اليونسي. لا لا تحليل ياسر سطحي وبسيط وتافه، نقولها وتافه لانه تو بربي مش مشكل. حكينا على النجم العربي، انا عرفتك على شكون تقصد لانه نجم عربي واضح. انا ساعه اولا كان جاي هو موعد غرامي، ساعه أنا ما تنجمش تكون موعد غرامي قدام العبيد ومع نجم عربي وفي في مهرجان قدام لي كاميرا الكل، سك ما تركبش سكول با. دونك انت فهمتك على شكون تقصد نجم العربي. انا غاديك كنت فرحانه برشا لان قابلت منى واصف وقابلت عبد المنعم عميري، وناس كل كي شافوا كيفاش احنا مع بعضنا وكل شيء شكوا، لكن هي ما معناها بطبيعه انا نتفرج فيه ملي انا صغيره فان بي، وهو كيف كيف معناها ماهوش صحيح. هاك مره تقول له توتي بوسيبل ومره تقول له كل شيء يناقش الا حريتي، شو دخل هذا في هذا؟ السيد عرض عليك الزواج، قال لك نعمل لك اللي تحب، نعيشوا في دبي، ننتج لك برنامج، نعرس بيك، شو يتسمى هذا؟ أنت قلت. هو قال مش أنا قلت. أنا. نهبط لك مساجاتك؟ أوه حسسني لو عفتك اللي عندك الإف بي آي في السوشيال ميديا. لا عندك باباراتي. شوف أنا كي قلت توتي بوسيبل، نقصد إنه أنا معناها كل شيء ممكن، معناها منى واصف وعبد المنعم عميري أنا معاهم وقعدنا قاعدة محليها وقتها في الجي سي سي، بالعكس معناها أنا خذيتها من جانب معناها أنا كنت فخورة معناها. أون بليس راهو أنا طبعا مش نحكي نعمم على الكل،
رولي عنده حاجه ما وريهاش ما وريهاش. مثلا انا توا اذا انا عندي حد في حياتي رو تهنى لا نحكي لكم عليه ولا نوريه ولا نحب نوريه. معناها ما تصورش انسان لدرجه بيت باش يفضح روحه اها سرق في دوشما اها وين راني نخرج مع اكس. يمكن فما عباد تتباهى تتباهى بالحاجات هذيا، انا نخرج مع رجل اعمال، انا نخرج مع اكس مع ايكريك، انا ما نتباهاش بالحكايه هذيا. انا ما قلتلكش خرجت مع سونيا. ليه ليه نحكي لك معناها هو عرض عليك الزواج خاطر قلت له نتقابلوا في الجي سي سي، هاكا بين العباد ماهمش باش يفيقوا بينا، توا نشوفوا. باش يخطبني في الجي سي سي. يا اخي انت كي شفتوا احكي لنا، يا كي شفتوا ما عجبكش يظهر لي. ما راقلكش. ما راقليش، شوف شوف. في الجي سي سي راهو ماهيش بلاصه باش الناس تتعرف فيها ولا باش يخطبني فيها. شنو حب على حب يتزوجني يا اخي تقابلنا في الجي سي سي؟ ما كلمة تخلويف معناها فهمت. عرض عليك الزواج ولا اترفع على الاجابه؟ عرض عليك انتاج برنامج في دبي؟ عليه منتج هو؟ اي يولي منتج على خاطرك يولي منتج. شوف اي نتصور اي ممثله ولا اي مذيعه اكيد يعرضوا عليها انتاجات. علاش رفضت الزواج؟ للبارح يعرضوا عليا. علاش رفضت الزواج؟ للبارح يعرضوا عليك، علاش رفضت الزواج؟ مالا غرور؟ احكي معاك حاجات خاصه هو ولا لا؟ يا هادي نقول لك خلى عرس بيا وانت تقولي خاصه اكثر من هذي. المعني بالامر مقابلني. انا ماذا بيا ما نحكيش فيه، ما نزيدوش ندخلوا في الموضوع اكثر. المهم اللي انا نجم نقوله اللي هو انسان ياسر محترم، ياسر راقي ويدقدق على المنازل من ابوابها. ونكتفي بهذا القدر. ونكتفي بهذا القدر. ان شاء الله في الجي سي سي الجاي ما هاني سكت. سونيا اليوم تدخل في علاقة حب مع إعلامي عربي. المرة هذية مش اقتراح، هذية علاقة جدية. الأمور الكل ماشية كيف الزيت فوق الماء لمدة عام تقريبا، حتى لين يجيها مساج على الواتساب فيها تصويرة عرسه مع زميلتها ومع صاحبتها المقربة. شكونوا وشنو عملت سونيا؟ الأمرأة القوية واللي حتى حد ما ينجم يطيحها تتخان. عادش بيه المرأة القوية تتخان راه. عليه المرأة القوية ما تتخانش، ما عندها حتى علاقة الخيانة بالقوة والضعف. كنت في قصة حب؟ أقوى نساء وأحلى نساء تخانوا لمعلوماتك. كنت في قصة حب؟ ليش قصة حب هي؟ هي قصة ساعة مش عام ياسر دهولت عام. ماهيش قصة حب هي، تعرفنا على بعضنا ما مشيتش الأمور، ما تفهمتش معاه. كاو بعد فترة يعني اكتشفت لي هو ماني عارف صاحبتي فهمت، والزوز عملوا لي بلوك ما عارفش علاش عملوا لي بلوك. صاحبتك تونسية ولا؟ لا مش تونسية، هما زوز مش توانسة. كاو دونك بهت معناها علاش يعني تنجم انت معناها ابخي تو انتوما عرستوا ببعضكم ولا كملتوا مع بعضكم. انا ما عادش معاه معناها بالعكس ربي زين عليكم مبروك. أما فمش علاش بلوكاج و يا اخي ما سالتكش؟ قالت ما سالتكش عليه وقلت لها اي راني معاه ولا اي؟ هي كنت تعرف اما انا في باليش اللي هي دخلت على الخط وقت اللي انت موجوده. لا انا ما عادش، هي سالتني عليه قلت لها كنت كهو ما نكرتش معناها كنت عفويه. سالتني جاوبت قلت لها وي نعرفه ومتربي ونظيف وباهي ما فهمنيش. يا اخي هو حب ينتقم منك عرس بصاحبتك؟ وي يا اخي هو العرس انتقام؟ فما عباد هكاكا بالحق نقعد معناها فما عباد تفكيرهم سطحي على خاطر انت اصلا معناها تختار حد وتبدا مقتنع به وتبدا تحبه ويا ربي شي معناها بعد في حياتكم تحت سقف واحد ان شاء الله تتفاهموا، ان شاء الله اللي يتعداوا لي 4 سيزون الاولانيين ان شاء الله ما تصيرش زوبعه في الدار، تبداو تقول يا ربي ان شاء الله تتعدى باللطف. خلي انت مبنيه على خاطر انتقاء، وانا بالحق معناها ننصح اي وحده واي واحد عمرك ما تملى فراغ حد تمشي تجري تعبيه بحد اخر. واضح غلط معناها. واضح. تشاو تشاو باي باي.